مشروعك الخاص هو مطبخ يعني صغير، بتعمل كل الأكلات اللي بتعملها أي ربة منزل جاهزة وبتبيعها. خلينا نحكي شو اللي بيميز مشروعك، يعني هذا المشروع عم نشوفه عند كتير من الناس، بس دائما بيقولوا مثلا أكلات محمد مثلا غير أو أكلاتكم فعلا غير، شو اللمسة الخاصة اللي ممكن نحكي عنها بالمشروع؟ تماما، هلأ لك التميز أنه أنا مثلا يعني ما عم اشتغل بنكهة السوق، أو ما عم اشتغل نحن الأكل مثل ما بسموه الأكل الجاهز السوقي، يعني أنا عم بعطيها لست البيت النكهة اللي هي طالبتها، يعني نكهة البيت، نكهة مثل ما بيقولوا إنه ستي وستك وهي الشغلات القديمة، يعني حتى المعمول هلا نحن عم نشتغله أنا استغنيت عن القوالب، يعني صار عندي عدة هي ملقط صغير نحن بنرسم فيه المعمول رسم، فكان هذا كتير مميز يعني عند العالم ونشد الناس كتير لهذا الشغل. الكلمة كتير حلوة إنه أكلات اللي بعملها الناس بتقلي أو المميز فيها هي مثل أكلات البيت، يعني تحسس الناس إنه مثل أكلات أمك أكلات بيتك، هون اللي بيميز فينا نقول هيدا المطبخ. صح، يعني حتى نحن مثلا المواد الأولية اللي نحن نشتغل فيها نشتغل يعني مثل مثلا يعني على أقل مثال مثلا دبس البندورة، دبس البندورة إن هو أنا اللي بشتغل فيه هلا، تمام، هو مونة السنة الماضية تبعاتي، يعني نحن اللي مشتغلينه بيدنا كلياته، عم نرجع مثلا بنرجع نشتغل فيه، بنبيع مثلا بنبيعه اللي بضل عنا بنرجع نشتغل فيه رد مرة تانية. هلا نحن مثلا عم نشتغل هون عندي أنا، هلا أنا اللي بحاول إني أنا وفره مثلا هي الشغلة الصعبة اللي بتصعب على ست البيت، تمام، مثلا مثل الكبة اللبنية، حلو، وبجودة يعني تكون مضاهية لجودة البيت اللي أنت عم تشتغل فيه، تمام، مثلا عندك الكبة اللبنية، تمام، مثل الكبة المقلية، الشش براك، تمام. هلا في هذا يعني هذول هذا أكتر شيء روقوا على الستات البيوت عليه هو الورق العنب الملفوف الجاهز، تمام، يعني بس بتاخده أنا من عندي بس تحطه بالطنجرة وتطبخه خالصين، تمام. وفي كذا نوع من أنواع البراك كمان الموجودة، يعني البراك أنا عملتها ثلاث أنواع أنا حسب رغبة كل شخص، تمام، مثلا هي عندي هي جبنة شلال بس سادة، تمام، وهي جبنة مطبوخة، تمام، أنا هون عندي بساوية، وهي جبنة بلدي ثانية سادة، هاي جبنة بلدية، تمام، يعني كل شخص مشان ياخذ، يعني هن نفس الانواع جبنة بس كل جبنة لها نوع. ردة الفعل انه الناس صارت بدها تيجي تشوف مثلا هذا الجريح كيف عم يشتغل، يعني هي اللي كانت العالم اكثر نقطة. اصابتك هي اساسا وين؟ اصابتي شلال طرف بايدك، تمام، يعني انت الشيف اساسا اللي بدك محتاجه هي ايديك بالشغل، وهون عم يكون نكهة الاكل عندك غير. يعني هلا على اللي عم بحاول او اذا بتشوف التقارير الاول هلا الحمد لله يعني وضعي يعني كثير متحسن عن قبل. التقارير اللي كانت قبل انه انا كنت عم اشتغل والسياخ كانت بايدي. كلمة اخيرة لكل الشباب اللي عم يتابعونا، لكل الناس يمكن اللي ضرروا بالحرب وكان إلى أثر معنوي ونفسي ومادي عليهم، حابب يبلش مشروع جديد خاص فيه لأنه الظروف قاسية على الكل الاجتماعية والاقتصادية اليوم. أنا بس بتمنى أنه من أي شاب عنده مشروع الخاص أو حابب أنه يساوي مشروع أو يأس من الوضع اللي نحن عايشين فيه، لا انه ما حدا يستسلم، اول شيء هو موضوع الرزق، رزق هو من عند رب العالمين، هذا قولا واحدا، والموضوع الثاني هو بس الامل انه انا ضل مستمر بهذا الشغل حتى لو يوم خسرت يوم اشتغلت يوم ما اشتغلت، بس اني ضل مكفي فيه يعني لحتى تكبر دائرة الشغل، ودائما مثل يعني هذا مثل بيقولوه عامية بين العالم انه ما حدا يستعجل على الرزق بيجي لحاله، تماما، يعني بس هي النقطة اللي توصل عند الشباب، يعني في كتير من الشباب مثلا ما فيهم يعني ما عندهم مشاكل صحية أو ما عندهم إعاقات أو ما عندهم شيء بيعيقهم بشغلهم، بتلاقيهم قاعدين يعني لا عندهم شغل لا عندهم كذا، بس بتمنى إنه يعني نحن الشباب يعني نحن هاي البلد اللي تأثرت بالحرب، نحن الشباب اللي لازم انه 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 نشتغل، لازم انه نحن نشتغل، يعني تكون كلياتنا قاعدين نحن عم نشتغل عم نساوي شيء. لو هلا مثلا انا مطبخي هون بجوز ماني مؤثر باي شيء على البلد، لا بشيء منيح او لا بشيء سيء، تمام، بس انا حاسس حالي اني انا منتج عم ساوي شيء.